लाल और जोधा को देखे हुए उनकी बहुत याद आने लगी है। या रब, ऐसा लगता है महल सूना हो गया है। هي ماما تفضل مقطوعة للباب ده؟ انت عايزة تعمل ايه؟ تعمل اي حاجة، تكنس، تطبخ، بس تقوم من مطرحها ده. لا، ما اعتزلت الحاجات دي من زمان. البركة بقى في نفتيس وكليوباترا. نفتيس ومين؟ كليوباترا. كليوباترا دي السجاير؟ لا، دي اختي اسمها كليوباترا. اه، ودي لما تكبر هتبقى سوبر. الموبايلي، جيران الموبايلي فين هو؟ فضل التليفون اهو في الحته. حاضر يا مونتي. هلا، ايه ادي؟ ايه؟ استنى نشوف. الو، ايوه ماهر، انا درويش. مين؟ درويش. درويش ازاي؟ مش تقبض عليه؟ انا كنت حاسس ان احنا مش هنخلص من المصيبه دي. تلاقيه بيتصل بيك دلوقتي، ودي رقمك للحكومه عشان يسرسبوك. تفتكر انا؟ اه. نفس الرقم بيرن تاني. متردش. متردش يا عم ماهر، يا اما بلغ عنك يا اما بيتصل بيك عشان يبلغ عنك. الراجل ده مش جاي من ورانا الخراب بصراحه. اكتبوا الصوت دوت، خلينا نفهمك. حاضر، انا اسمع كلام ماما، انا هرد. الو، انت بتقفل في وشي يا ماهر؟ بقول لك انا درويش. لا يا حبيبي، اصل انا سمعت واحد بيقول درويش، قلت مين درويش؟ انت فين؟ في الشارع، مش عارف اسمه ايه. انا اساسا ما تقبضش عليا. طب احلف. احلف ايه؟ بقول لك انا بكلمك من الشارع اهو، اسمع. بكلمك من الشارع اهو، اسمع اسمع اسمع. طب وانت عرفت تفلت من الجماعه دول ازاي؟ يا عم انا ما تقبضش عليا اساسا، ما اعرفش اقول لك انا حصل لي ايه ولا عمل لي ولا فاهم اي حاجه من اللي بيحصل ده. بقول لك انا عايز اقابلك انت وخليفه ضروري. تقابلني انا وخليفه؟ طب ينفع تقابل خليفه لوحده؟ لا بص، مش هينفع درويش اخويا، اصل عقبال ما تشوف يعني نفتيس اخت بتاع ولدت، فاحنا بنحضر للسبوع وكده. خي عليك، خي عليك يا ماهر. اصل انا خايف. وانا بقول لك انا هقابلك في القسم، انا هقابلك في مكان امان. ماشي حبيبي، يا ريت خلص موضوع الامان ده معاك. حاكم انت بسم الله ما شاء الله، تنزل برجلك الطاهره في حته تلمهم كلهم حواليك. اقول لك انا هقابلك في مكان استحاله حد يوصل لنا فيه، مكان ملوش ملامح، ملوش صاحب، ما فيهوش ناس. انا اللي خرجت بيه من كبسه اللي هو شوقي السباعي ان اسم درويش ده طول ما هو ملازمني الدنيا هتضيق عليا ومش هعرف اخرج من الحفره دي ابدا. دلوقتي اسم درويش هو اللي ناجبك؟ مش ده كان طوق نجاتك زمان لما كنت هتغرق في السجن؟ كان زمان طوق خفيف يطلعني لفوق، دلوقتي بقى دبشه تقيله على صدري، لو ما فكيتهاش وحلتها هيخلص نفسي وهتغرقني. يا سلام، بس كده؟ انسى درويش خالص، مفيش اكتر بالاسامي. انت تفتح دليل التليفونات وتنقي الاسم اللي انت عايزه والتاتش يظبطهولك. انت بتستهبل تقول ايه يا ماهر؟ زمان لما بدلنا اسم درويش الله يرحمه باسم فضل، ترتيب ربنا هو اللي طلع روحه. ساعتها كان عايز يفك من السجن، دلوقتي هنعمل ايه؟ نقتل لك قتيل عشان تاخد ورقه؟ الله، ما تقتل له قتيل يا اخي، خساره في ايه؟ ده صاحبنا برضه. اهدوا بس يا جماعه، مش هو ده اللي بفكر فيه. أنا استكفيت إن أعيش بأسماء ميتين. أنا حلي إن أرجع الاسم اللي مات على الورق، حلي إن أرجع فضل الغول من تاني. بسيط، رجعهوله. قال أنت بتقول إيه يا عم الحاج؟ ولما ترجع فضل تاني هتعمل إيه؟ ده كان عليه قضية قد الداهية، وبعدين لايط عليها بقضية تانية، هروب من السجن وتزوير في أوراق رسمية. يعني لو رجعت فضل هتحط الحديد في رقبتك، يبقى استفدت ايه؟ ده بقى اللي انا عاوزكم فيه. عشان ارجع فضل الغول من تاني يبقى لازم اشيل حاجه من على كتافي، وعشان اشيلها لازم اثبت ان زهير الملاح كان موجود. مستر امجد،
في حد بره اسمه صبحي وعايز حضرتك ضروري. ايه صبحي ده؟ بيقول انه من طرف فهيم. اه طب خليه يدخل. حاضر يا فندم. اتفضل. مساء الفل يا امجد باشا. نعم. انا عارف ان مفيش سابق معرفه ما بيني وما بين سعادتك، بس المستجدات حكمت بالمقابله يا باشا. اختصر. انا لا مؤاخذه، البطاريه اللي كانت بتنور عين فهيم على عربيه الترحيلات. بطاريه؟ كلام الفارغ ده. حلمك عليا يا باشا. انا جاي لك بحاجتين يا باشا، بخبر ونصيحه. الخبر يا باشا ان فهيم وقع، والنصيحه يا باشا انك ما تلقفوش. بس ايه رايك بقى؟ انا ما اعرفش حد اسمه فهيم. ما هو ده المطلوب يا باشا، ده امن وطني سعادتك، واللي بيقضوا فيهم بيقرطموا له اسنانه. اما حسابي بقى اللي عند فهيم انا مش عايزه، انا هسيبه عربون محبه لسعادتك، عشان انا بصراحه عايز اكسب سعادتك. ورقمي هسيبه عند السكرتيره بره يا باشا، انا متاكد يا باشا انك هتحتاج له. السلام عليكم. اخلص 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 يا فهيم، وقت من الاخر من وراه. ساعتك انا مش هتكلم الا قدام المحامي بتاعي. محامي؟ انت فاهم غلط والله يا ابني، البق ده بيتقال في الافلام الامريكاني. هنا الموضوع مختلف تماما. وبالنسبه لك مش زي زمان. ما هياش حيزه سلاح بدون ترخيص ولا تسهيل بهاره. يعني المحامين بتوع زمان غلابه. بص انت بعد ما تخرج من هنا ده، ان خرجت يعني هتطلع على نيابه الامن الوطني العليا طوارئ. عندك محامي سد فيها؟ طب سعادتك انا من حقي اعمل مكالمه تليفون. طب نفهم البني ادم تاني. بص يا ابني، الخطوط هنا كلها مقطوعه، انا عايز اساعدك. بص يا فهيم، من الاخر انت بالنسبه لي قضيه خلصانه وعليها ترقيه. مظبوط، متلبس بمحاوله تحرير ارهابي، اعدام وش. يعني امنيه حياتك انك تعيش في السجن بقيه عمرك، انك تقول انك مجرد يد بتنفذ لحساب حد تاني. لسانك تقيل ولا ايه؟ محتاج تكون صديق؟ طيب نقول خيارات، امجد الديب مثلا. ها؟ اظن ان انت حبايب، بينكوا وبين بعض اكتر من 20 مكالمه في ال 24 ساعه اللي فاتوا. انتوا حبايب ولا في حد تاني؟ شغلانتنا دي فيها تلات سكك مالهمش رابع. السكة الأولانية سكة التيك أواي، حد يضرب ورقة باسم أي حد يقضي بيها مصلحة، جواز، بطاقة، وبعد ما تخلص المصلحة يرميها. السكة التانية سكة الظل دي اللي أنت مشيت فيها، حد يموت على الورق ويعيش بورق واحد تاني ميت. السكة التالتة اسمها السكة الجحدة، بني آدم تتقطع جذوره من على الأرض كأنه ما كانش موجود، ويتولد تاني شطاني بس من غير جذور. تفتكر بقى يعني هي دي السكة اللي مشي فيها زهير لما كانوا بيدوروا عليه زمان وما لقوش ليه أي أثر؟ أعتقد آه، لأن السكة دي الورق بتاعها ما بيشاورش على أي حاجة. طب اللي يدور على حاجة كده كأنه بيدور على شبح، الناس تقول آه عارفينه، والحكومة تقول لأ ما عداش علينا. ليك في الشغلة دي يا خليفة؟ بقول لك اسمها السكة الجحدة، ده منظر واحد يمشي في السكة الجحدة؟ طيب خلاص خلاص. أمال يعني مين يكله في السكه دي؟ معلمين كبار قوي، ايديهم طايله. تعرف حد منهم؟ اعرف كبيرهم. الله، انت بتطول عليا بتاعها يا سيدي. قاعدين في التراب بس قاعدين كويسين، اقطم بقى.
لعن ابو اللي جابك عيل غتت. فكيت حصر سعادتك؟ انا تمام. تبقى نهمه من هنا. يلا يلا. كام؟ 122. ده عطال كهرباء ولا ايه؟ اه سمعت لنا عندنا من امبارح. اتفضل. شكرا. الو؟ يا باشا. نعم. لا ما انا مش هينفع اقول اسمي. والمصحف ما هينفع يا باشا. بس انا لو قلته لك انت مش هتفهمه. إيه؟ ثانية واحدة يا باشا ما تقفلش الخط. هقول لك بس. انت لو عايز تعرف مكان الارهابي درويش عبد ربه فين؟ انا عارف مكان.